هي الشقة دي؟ أيوه. افتح. لكم ايه؟ انا هخش الاوضه دي وانتوا تخشوا الاوضه دي، لو لقيتوها حطوها في شوال وهاتوها. ماشي ماشي. خد يا حبيبتي. اخد ايه؟ دول 200 جنيه بس. امال عايزه ايه؟ عايزه 400. ده كتير يا ست زهره. كتير ايه؟ انت مش شفت حالته عامله ازاي؟ وبعدين انت شلفت لي خلقتي، انا محتاجه علاج. ولا تزعل يا ست. خد يا حبيبتي. ايوه بس بقول لك ايه؟ ايه؟ تبقى تعالي شقري علي كل شويه. من عينيا الاثنين. وانا اديكي ادي دول كمان. ماشي. ايه رايك؟ انت تجيبي الحقن، انا ما بجيبش الحقن. ها؟ حاضر، من عينيا. يلا سلام. سلامة حبيبتي. حاضر ايه؟ استني لما اعرف وظيفة الرقبة دي كانت تراني في الغد دلوقتي. كنت في الشغل، استريحت بقى. شغل؟ اي شغل يا بنت؟ اي شغل؟ انا فاتح لك الباب ده النهارده وانت راجع من المستشفى ودخلت تنامي، شغل ايه تاني يا بنت؟ يا واد انت، يا واد سيبها بقى يا نصك. لا نصك. بنت خدت كام النهارده في الشغلانة دي؟ هو ده كل يهمك يا اخويا. بقولك ايه؟ اوعى من سكتي، انا عايز اخش الشطافة وانام. انا بقولك اهو. لا مش هتخش الشطافة، مش هتخش بقى زهرة لما اعرف انت خدت كام النهاردة. اوامري ده مش سهلة بيت. اوعى ده توجعلي. يا ولد سيبها في حالك في قلبك. هو ابنك ده جرانه ايه؟ هو مش بيشتغل في مصلحة المجاري وبيقبض؟ ولا حفظ طول عمره عايش على قفايا سفلعة كده؟ عشان انا اخوك يا بنت. انا اخوك وليا حقوق عليكي، الدستور بيقول كده. طبعا، امال يصرف على الهباب اللي بيشربه ده منين؟ الله ينور عليك يا ست الكل.
انت كده جبت المفيد وبعدين غير اللي من دول. وامك العيانه دي ايه؟ مش محتاجه مصاريف؟ دكاتره وادويه؟ يعني ايه ادويه يا بنت؟ ها؟ يعني ايه ادويه؟ والدواء اللي عندك في الصيدليه بره ده يا بنت قد ايه؟ انت فاضلك بس تعملي سلسله صيدليات زهره وتوزعي الدواء على البيوت. يا اخويا تخيب جاتك خيبه، اللي ما شفنا من وراك اي حاجه. على راي المثل بعجر اغى ما فيش الا شناب. بعجر اما بتبعجرين انا اما وانت نايمه كده؟ بدل ما اصعب عليكي وتقلعي جوز الغوايش ده من ايدك اتصرف فيه عشان الجوازه. يا اخويا جاتك جنازه، ما انت يا واد اتجوزت 3 مرات، كل مره كانت تطفش منك وتقول حقي برقبتي. انا هريحه بقى يا اما، انا عملت الشغلانه دي كده من غير فلوس لوجه الله. ارحمنا بقى وخش نام، انا محتاجه انام لي ساعتين، عندي بكره الصبح شغل في يومك اللي مش فايت المهبب ده. دلوقتي قوم مهبب. ماشي يا عسل، انا هروح انام دلوقتي، بس حياه امك اللي نايمه دي بعد كده لقفلك على باب الشقه وفتش كده زي ما كنت داخل المطار الجديد. تكي القرف الاخ قال لك لما السكك ارحم منه. خدي بس قولي لي يا بنتي اتليمتي على كام النهارده؟ ايوه حطهم بقى على اللي معايا واجيب كمان غويشه. وريني شو طيب يا لهوي بتاع الذهب قافلين النهارده. صباح الخير يا عم فتحي. وانا راجع بقى ان شاء الله. ازيك يا سهام؟ عامله ايه؟ اخواتك عاملين ايه؟ كويسين. سلمي لي عليهم. سلمي. ازيك يا حبيبي؟ ازيك انت عامله ايه؟ اليوسف افندي اللي خدته منك امبارح كان ناشف ما فيهوش ميه، حصل ايه بس؟ بتضحك علينا. صباح عليكي. صباح الخير. صباح النور يا نور. ايه بتبصي على ايه؟ لا 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 ولا حاجه، يلا هنتاخر. هو انت كنت لبطشيه؟ ربنا يتوب علينا من الشقه ده بقى. صوري طول الليل ما غمضتش عيني من طلبات العيانين. واحنا كنا لقينا شغلانه ثانيه قلنا لا الحمد لله. على رايك. بقول لك ايه؟ بالليل عدي عليا نتعشى سوا. انت اجازه بكره؟ اريح يوم ما تتاخريش. عايز حاجه بقى كده؟ سلامتك حبيبي. باي باي باي. يسعد صباحك يا ست زهره. الله على الابتسامه الحلوه. صباح الخير دكتور صبيح. صباح الخير يا ست الدكتوره. وليه بقى التريقه اللي على الصبح دي؟ واتريق ليه يعني؟ هو مش انت بتنفسيني في اكل عيشي؟ الارزاق على الله والعيش على الله. ونعمه بالله يا ست الكل. مش عارف انا يا اخويا منفشالي ريشه قوي على ايه؟ مش فاهمها انا دي. امال لو كانت دكتوره بحق وحقيقي. صحيح اللي ما يشوفش بالقطره يبقى اعمى.